ونبدأ من وصول رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف إلى بيروت. يعني هذه الزيارة تحمل رسالتين، الأولى من المرشد الإيراني علي خامنئي والثانية من الرئيس مسعود بشكيان إلى مسؤولي لبنان وحزب الله. هذه الزيارة أيضا لرئيس البرلمان برسائلها التي تحملها اليوم وزيارته لعدد من المواقع في بيروت التي تم استهداف عدد من الأشخاص فيها، ماذا تحمل وما هو المغزى المراد إيصاله منها إلى مسؤولي حزب الله والمسؤولين اللبنانيين؟ أريد أن أؤكد أن هذه الزيارة هي مرفوضة شكلا ومضمونا. نحن نشجب بصفتنا معارضين لسياسة حزب الله في لبنان، وبصفتنا لبنانيين أقحاح لا نؤمن إلا بالقضية اللبنانية، ونرفض أن نتدخل بسياسة أي دولة في العالم، ونرفض أن تتدخل بسياستنا أي دولة في العالم. نشجب هذه الزيارة المشبوهة التي سبقها زيارة عراجي، حين قرر رئيس مجلس النواب بريه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعين ووافقوا على فصل الجبهات، وأبلغوا المعارضة اللبنانية بقرارهم. أتى وزير خارجية إيران ورفض هذا القرار. اليوم بعد اتصالات من هوكستين، وبعد اتصالات من ماكرون، وبعد اتصالات خارجية كبيرة، استطاع المجتمع الدولي إقناع الحكومة اللبنانية وإقناع الدولة اللبنانية بالتراجع عن ربط المسارين. وهذا الأمر حتى الساعة أعلن عنه مرات عديدة، أعلن عنه أكثر من مرة، ولكن كلما أتى لبنان إلى حلحلة هذا الموضوع تبعث إيران بأحد الأشخاص وبأحد المسؤولين لتقول للحكومة اللبنانية تحت التهديد والوعيد بأنك ممنوع فصل المسارين. في المرة الأولى غرد خامنئي شخصيا معلنا بذلك وضع خط أحمر عريض وهو فصل الجبهتين. اليوم يأتي رئيس البرلمان الإيراني ليؤكد ما نقول له. انتظري يا أستاذتي العزيزة لتسمع مواقف السياسيين اللبنانيين التابعين لهذه السلطة الفاسدة بعد رحيل رئيس البرلمان الإيراني، وستتأكدي بأنهم سيقولون لا نريد أن نسلم سلاح حزب الله، وسنبقي على المواجهة، وسنبقي على المسارين، ونحن صامدون ولن نخسر ولن نتراجع، وكل ذلك كي يحقق الخامنئي الإيراني بعض الإنجازات الجديدة على حساب الدم اللبناني والبيوت اللبنانية والمصالح اللبنانية.